السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير. معكم اخوكم سالم البادي من قناتكم المميزه الماستر سلوم اكس. تسريبات جديده واخبار سيئه لعشاق الايفون، لكن ما كلها سيئه، في حبه حبتين ان شاء الله تستمتعوا فيها في حلقه اليوم. لكن قبل لا نبدا، ادعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد اول باول. خلينا ندخل في التفاصيل. المسرب الشهير مين تشيكو اللي سبق وهرب اخبار كثيره على مر السنين الماضيه ونسبه دقته ونجاحه في التسريبات عاليه جدا، يقول ان ايفونات هذه السنه ما راح تجي معها السماعات اللي موجوده في الكرتون، والسبب يعود لسببين. اولا تحاول تقلل من قيمه صنع الايفونات عشان تقلل من قيمتها، ومثل ما خبرناكم سابقا في هذا القناه ان الايفون 12 الصغير راح يبدا ب 649 دولار بدون ضرائب، شيء رهيب. والسبب الثاني ابل تحاول تخليكم تشتروا سماعاتها الايربودز الوايرلس الرهيبه، تحاول تعطيكم سبب مقنع انه يفضل انكم تشتروا دام انكم ما عندكم سماعات واير. اما الخبر السيء الثاني، في مصدرين شبه موثوقات يقولوا ان ابل ما عاجبتهم تردد الشاشه ل 120 هرتز في البروز، واحتمال اجلوها للسنه القادمه ل 2021، والسبب انها تصرف بطاريه كثيره وما تريد تقلل من جوده الشاشه، مثل الهواتف الجالكسي لما يريدوا يشغلوا هذه الخاصيه او هذا التردد العالي تقل جوده الشاشه عشان ما تصرف بطاريه كثيره. فابل ما عاجبنها الاداء حاليا، واحتمال كبير اذا ما ضبط لين الشهر القادم راح تكنسله وتأجله لين السنة القادمة. أما الخبر الوحيد الرائع في هذا الفيديو إن أبل ناوية تحط 18 واط في آيفون 12 و 12 ماكس بدل الخمسة واط الضعيف اللي أنا سبق قلت إنه مسخرة في الفيديوهات الماضية. فالظاهر إن أبل سمعت كلامنا لما قلنا إن الخمسة واط يعتبر مسخرة. فبكذا أصحاب الآيفون 12 و 12 ماكس ما بيضطر إنهم يشتروا الشاحن قيمته تقريبا 100 ريال سعودي أو 25 دولار عشان يشحنوها وتفهم بسرعة عالية. الحين خلاص بيكون في الكرتون والأمور طيبة. اما بخصوص ال 5G، سبق وخبرناكم ان كل اربع ايفونات راح يكون 5G، لكن الايفونات البرو بيكون بسرعات عاليه، والسرعات العاليه راح توصل حق 1 جيجا هرتز، لكن فقط في بعض المدن من وين الزحمه راح يحطوا شبكات او شركات الاتصال بيحطوا الارسال هذا، وراح يغطي فقط كيلو او اقل شوي، لان السرعه ال 1 جيجا هرتز ما تقدر تطرشها لمسافات عاليه او مسافات بعيده. فعشان كذا ما اشوف فرق بين الايفونات 12 و 12 برو من ناحيه الجيل الخامس، الا في المستقبل يمكن نحصل استخدامات اكثر لهذه التقنيه ال 1 جي بي. اما الخبر الاسوء في فيديو اليوم، تم التاكيد من ثلاث مصادر شبه موثوقه تقول ان الايفون 12 راح يتاجل وراح يعلن عنه بدل سبتمبر راح يكون في اكتوبر، بيتاخروا تقريبا اربعه اسابيع، وراح يبدا البيع في نهايه اكتوبر او بدايه نوفمبر، فاحتمال كبير راح يوصلنا هنا في المناطق العربيه في بدايه شهر نوفمبر. واذا صار اي تغيير او تسرب شيء جديد راح نحطه في القناه اول باول، ففعلوا التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد مثل ما تعودتوا في هذه القناه. شكرا لكم على المتابعه والدعم المستمر، ولحد الفيديو القادم اشوفكم على خير.